السلام عليكم. اليوم نروح الولاية قسنطينة لنقف على مبادرة جد حسنة، رغم أنها متأخرة كثيرا، لكن ما عليهش، المهم نوصلوا وناخذوا إجراءات يعني بريز دو كونسيونس بالنسبة للتراث الكبير والضخم لمدينة قسنطينة. إذن في هذا الإطار نثمن الخطوة اللي قام بها والي ولاية قسنطينة باتجاه حديقة السوس، أو ما يسمى كذلك بحديقة القنطرة، اللي قريبة، لأنها قريبة على جسر القنطرة. حديقة رائعة تعتبر كنز من كنوز الطبيعة في وسط مدينة قسنطينة، وهذه الحديقة الفريدة من نوعها تقرر إعادة تهيئتها وتثمينها وفتحها للزوار وللسواح. إذن خطوة جد إيجابية، إن شاء الله تكون الأشغال نتاع التهيئة حتى الحديقة هذه تكون عند حسن ظن المواطنين والمنتظرين لهذه العملية، وكذلك على حسب الموقع نتاع هذه الحديقة الرائعة، واللي أكيد سوف أزورها إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. بيتو هنايا ما نشوفو بلي هنا كاين لو تيف، نجيبوها هنا نخدمو والله نتاع الباتي. شفت هاديك لاتير لي يخدمو بها لي تيران دو غولف، تيران دو غولف، وإلا لي راهم يخدمو بها لابريك، هاديك هنايا خير، لأنو حتى واحد كيجي يمشي ميمشيش في البيتو هنايا. هنا كاين لي زيسباس لي راح يتغرسو يتنظموا، مي لي زالي ودي نعرف الراي تاعكم يسمع الحاجه هنا على القاد، لازم الامور تكون ثم نفوتوا اللي الموبيلي يربع. هنا واحد المواطن كيجي، واحد مريض طفل صغير كذا، لازم له سانيتير. ايه هنا ديك الكليراج لازم يكون، لازم يكون هنا الكليراج، لانه هنا الغاب راهو هابطه تحت سعدان ودب الراس. ما تدخل ما دخل معليش، كاين الحفوط في الماتش. كاش نديرو من لوحات ارشاديه تحت ديرو نتوما. اي خلاص يعطيكم الصحه. هذا الناس تجي تاكل نعطون لي بون، لي بون باش نستريح. انا خرجوا معاه واحد يقرا في التليفون تاعو، واحد الطابلات، وواحد ما يمكن ولادو يلعبوا هنا. جيبو مريش كما البارودج اللي ديروه هنايا بور لا بروتيكسيون تاع الولاد على الحجره هذه، كما دير لهم الاسمان باش ما نسمعش ما يجيش واحد صغير يطيح من يده يطيح. هذه الحديد اللي دار هذا الولد الحديد، وكا ميوك الحديد يكون صحيح ويمشي مع الطبيعه. هذا ما فهمتش. هذا الحديد. وراه فاتح 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 وراه هذه هنا لازم لنا ان نحيو التراب هذا الزايد، هذا لازم لنا نرجعوا للصور اللي داك نرجعوا ليه باش نحافظوا على الشكل تاع تاع الحديقه. شنو كونديلا بالكونتراس اي كونديلا بيكون عالي هنا باش نديروا دي بروجيكتور. شوف واش دي بروجيكتور ربعه يجيو ماشي اللي يصلح، ماشي اللي يتغرس هنا بور سوا بور لا ستابيليزاسيون تاع لي طالي. هذوك هذه هذيك السكالي على ان مترو نجيبوها كاع سيكري. نسيبو لي لا سيكوريتي كاينه، وعن لي كاميرا، هاي كاميرا هنا، وعن الكاميرا تنقي كاع ثاني جوج. تحدي للبلدية الدرجة الأولى وليكم ثم الوالي، لازمها تنجح وترجع الريفيرونس هنا في الخدمة تاعها. ترجع الريفيرونس نديروها من فوق لا سيكوريتي لي سكالي ونجيو على بركة الله إن شاء الله.